سيميوني الغاضب يطالب باحترام أسلوبه الممل. دعا المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني منتقدي الأسلوب الدفاعي لفريقه أتلتيكو مدريد الإسباني إلى إظهار مزيد من الاحترام قبل إياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء. وإن هالت الانتقادات على أسلوب أتلتيكو الممل والمفرط في الدفاع على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي بعد أن فشل رجال سيميوني في تسديد أي محاولة أكانت بين الخشبات الثلاث أو خارجها خلال الخسارة 1-0 ذهابا. وقال الأرجنتيني الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي على هامش المباراة منذ أن بدأت مسيرتي التدريبية في 2005، لم أتعرض أبدا لأي زميل لي إن لم أكن مخطئا على الإطلاق. وتابع: أؤمن أن هناك طرقا عدة للاعب كرة القدم للحصول على ما تريده من كل مباراة، ولكن عندما ينتقد أحدهم زميلا فأنا لا أدخل في النقاش. وأضاف المدرب الذي قاد أتلتيكو مدريد نهاية دوري أبطال أوروبا مرتين في 2014 و2016: هناك طرق عدة للعب وأنا أختار واحدة، ولكن عليك أن تحترم نظراءك دائما. وفشل السيتي في ترجمة فرصه الغزيرة إلى أهداف في المباراة الأولى، حيث حرمت تسديدة البلجيكي كيفين دي برون أتلتيكو من العودة بشباك نظيفة إلى مدريد. وسيأمل نادي العاصمة الإسبانية في أن يقلب الطاولة في ملعبه أمام جماهيره وبلوغ نصف نهائي المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ 2017. وقال سيميوني في هذا الصدد: ما يمكننا أن نستنتجه من نتيجة مباراة الذهاب هو الأمل. لن نبتعد كثيرا عن أفضل ما نقوم به، سنأمل أن نمزج الأمور بطريقة أفضل ونكون أسرع عند المرتدات، ويقدم لاعبنا المحوريين أمسية رائعة. كل شيء ممكن في كرة القدم.